الطفلة المعجزة فيروز، اسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفيان، ولدت في 15 مارس 1943، وامتد مشوارها الفني لمدة 10 سنوات، ومثلت في 10 أفلام، وهي من أسرة أرمنية، وقد تبناها فنيا أنور وجدي، وأظهرها في العديد من أفلامه التي كان لها مخرجا وممثلا ومنتجا، وقد أبدعت في دور البنت في فيلم ذهب، وهي أخت الفنانة الاستعراضية المصرية نيلي. دي صورة نادرة ليها مع أنور وجدي، ليلى مراد، وهنا مع أختها نيلي، وكان زوجها بدر الدين جمجوم، فنان مشهور برضو، وهنا في فرحهم، صور جميلة، وهنا مع زوجها في أواخر السبعينيات، صور من زمن الفن الجميل، هنا مع ابنها وأحفادها. ده بدر الدين جمجوم الله يرحمها ويرحمه. مكتشف موهبها كان هو الفنان اللبناني إلياس مؤدب، الذي كان صديقا لأبيها، وكان يقضي معه أمسيات فنية بالبيت، حيث يعزف الكمان، وقد تغني والدتها على أنغام الكمان. ويقال أن أول أداء لها كان أمام الخديوي توفيق في المسرح الروماني، وأنه أي الخديوي أعجب بها بشدة ومنحها 50 جنيه. بعدها التف حولها المنتجون السينمائيون، فاختار مؤدب الفنان أنور وجدي من بين كل أولئك ليوقع معه والد فيروز عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته 1000 جنيه عن كل فيلم. وقام أنور وجدي بتغيير حرف الباء في اسمها إلى فاء ليصبح فيروز بدلا من بيروز. وقام أنور وجدي باستخدام مدربون أجانب لتدريب الصغيرة لعدة أسابيع، وذلك لتهيئتها لأول بطولة سينمائية، كان ذلك فيلم ياسمين الذي خاطر فيه أنور وجدي بالكثير، وجاء عرضه عام 1950. وحين كانت فيروز لم تتجاوز عامها السابع إنتاج الفيلم، كان مفترضا أن يكون مشتركا بين وجدي والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، لكن عبد الوهاب وبعد أن شاهد الصغيرة لم يشأ المغامرة بأمواله في فيلم تقوم ببطولته طفلة لا تتقن سوى غناء المونولوج، لكن أنور وجدي المعروف بروحه المغامرة خاض المخاطرة لوحده. بعدها قدمت فيروز فيلم فيروز هانم عام 1951، أنا مع مديحة يسري، فيروز في النص، أنا فيروز بعد ما كبرت الله يرحمها. وقد أكد الأب بطرس دانيال في يوم السبت 30 يناير 2016 خبر وفاة النجمة المصرية فيروز، والمعروفة بالطفلة المعجزة، والتي شهدت حالتها الصحية تدهورا كبيرا، حيث دخلت العناية المركزة وخضعت لجهاز تنفس صناعي، حيث كانت تعاني مشاكل في الكلى والكبد. ومن ناحية أخرى كانت قد أصرت إقامة مراسم العزاء في المسجد رغم كون الفنانة راحلة مسيحية الديانة، أثارت جدلا كبيرا، الأمر الذي تبينت معه ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، لكن علماء الدين ونقابة الفنانين حسموا ذلك الجدل. وأكد الفنان سامح السرتي وكيل نقابة المهن التمثيلية آنذاك أن النقابة لم تتدخل في اختيار مكان تلقي العزاء للفنانة الراحلة، بل أخطرت عن طريق الأسرة أن العزاء سيقام بدار المناسبات بمسجد الحميدية الشاذلية، وسيتلقى العزاء ابنها أيمن بدر الدين جمجوم، ابن الفنان الراحل بدر الدين جمجوم. وقال مسؤول بالنقابة أن عائلة زوج الفنانة الراحلة وابنيها أيمن وأيمان مسلمان، هم من قرروا أن يكون العزاء بدار المناسبات بمسجد الحميدية الشاذلية، بينما تم دفن الجثمان في مدافن الأرمن بأرض الجولف ومصر الجديدة، وذلك حسب رغبة ابنها. من جهته صرح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر العربية نت أن تلقي العزاء لغير المسلمين في مساجد المسلمين جائز شرعا، طالما أن أهل المتوفى أو المتوفى من المسلمين، بينما لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. دي فيروز كانت مسيحية الديانة بس عملوا العزاء بتاعها في المسجد حسب رغبة ابنها. أيوة، وأنا بعد ما كبرت كانت فنانة جميلة الله يرحمها.
أما نيلي فقد ولدت في 3 يناير عام 1949، وهي من أصول أرمنية من حارة الجب في مدينة حلب بسوريا، وهي أخت الممثلة المصرية فيروز وابنة عمة الفنانة لبلبة. قصة زواج نيلي لم تتكرر كثيرا، فقد تزوجت نيلي في حياتها مرتين، الأولى من المخرج حسام الدين مصطفى. حسام الدين كان برغم السن بينهما رجلا رائعا، يحضر لها بوكي ورد يوميا خلال التصوير. فولد الحب في القاهرة وترعرع في بيروت الساحرة، وشهد ملهى الكاف دوروا في شارع الحمراء الشهير بوسط العاصمة اللبنانية قصة الحب القوية التي جمعتهما. وبحسب مجلة الشبكة اللبنانية، فإن المخرج المصري طلب يدها للزواج في الملهى، ثم قدم لها خاتم الخطبة والذي قدر ب 1500 جنيه، وكان مبلغ باهظ الثمن آنذاك. ولم تتخلى نيلي وقتها عن طباعها المرحة المألوفة حتى وهي عروسة. الزواج لم يستمر طويلا للأسف، حيث طالب حسام باعتزال الفن وهو ما رفضته بشدة، وتأكدت بأن الحياة بينهما باتت مستحيلة، فكان الانفصال هو الحل الوحيد. هنا حسام الدين مصطفى طلب يد نيلي في الكاف دوروا. نيلي ولبلبة وفيروز، وهنا مشاهد من الفرح. ده زوجها الأول حسام الدين مصطفى. أما الثانية فكانت من الموسيقي مودي الإمام، نجد المخرج السينمائي حسن الإمام وأخو حسين الإمام. ده مودي الإمام، ده زوجها الثاني. من ناحية أخرى، شارك الفنان خالد سليم متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام بصورة حديثة له رفقة الفنانة المحبوبة نيلي، وعلق خالد سليم على الصور قائلا: الجميلة نيلي من أجمل أرقى فنانات مصر، فعلا تجنن، وعلى المستوى الشخصي مفيش كلام ممكن يوصف جمالها ولا رقتها ولا روحها الجميلة وابتسامتها اللي على وشها طول الوقت. ربنا يخليكي لينا يا قمر ويطول عمرك. طبعا رغم تقدم السن لكن محتفظة بجمالها ومرحها ونسيتها اللي احنا عارفينها. وهنا دي في عيد ميلادها 70 وهما بيحتفلوا بيها، جميلة زي ما عودتنا دائما، ربنا يديها الصحة. من ناحية أخرى، بزغت موهبة الفنانة نيلي منذ طفولتها، حيث شاركت في أفلام عديدة، وشاركت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في المسلسل الإذاعي شيء من العذاب. وفي عام 1966 حصلت نيلي على أول بطولة مطلقة لها في السينما، وكانت في فيلم المراهقة الصغيرة. برعت نيلي في الاستعراض، وقامت ببطولة فوازير رمضان لسنوات عديدة، ومن بينها فوازير عروستي، وفوازير الخطبة، وفوازير أم العريف، وفوازير عالم ورق، وفوازير الدنيا لعبة، وفوازير زي النهاردة، وفوازير صندوق الدنيا، ومن مسلسلاتها مبروك جالك ولد وحبيبي الذي لا أعرفه، ومن أشهر أفلامها بيت الطالبات وأسرار البنات وحطيئة ملاك وقط الصحراء وميكانيكا ومع تحياتي لأستاذي العزيز ولحظة ضعف والغول. هنا مع صباح. دي نيلي ومراحل من حياتها وهي صغيرة وهي كبيرة. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.